إن الحياة على كوكبنا هشة وعرضة لمخاطر شتى، وبالرغم من أن وجود الإنسان في أرجاء الأرض كافة وتفوقه على الكائنات الأخرى يعتبر إنجازاً مؤثراً، إلا أنه يساهم أيضاً في زيادة هذه المخاطر. ولكن حتى وإن لم يدمر الإنسان الأرض، تهدد عالمنا مخاطر أخرى لا دخل لنا فيها. وإذا افترضنا أن الأرض والإنسان سينجحان في تخطي هذه الكوارث، فإن مصير الكوكب يبقى مشؤوماً، ذلك أنه بعد حوالي مليار سنة ستكون حرارة الشمس قد ازدادت إلى درجة تتبخر معها البحار والمحيطات، وسينتهي الأمر بأن تبتلع الشمس في توسعها كوكب الأرض. وقد علق الكاتب والعالم الفيزيائي المعروف ستيفن هوكينج مؤخراً على هذا الموضوع قائلاً: إن فرصتنا الوحيدة بالبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل لا تكمن في بقائنا على كوكب الأرض، بل بالانتشار في الفضاء. ومهما كانت الأسباب، قد يتعين على البشرية أن تترك كوكب الأرض يوماً ما بحثاً عن موطن جديد، كوكب يضمن استمرار الحياة كما نعرفها. ويتعين على هذا الكوكب أن يحتوي بعض ما يتمتع به كوكب الأرض من ظروف فريدة، فعليه أولاً أن يكون ضمن نظام نجمي يؤمن الضوء والطاقة والدفء كما شمسنا. كما يجب أن يكون هذا الكوكب ضمن ما يعرف بالمناطق الصالحة للسكن، أي أن تسمح المسافة التي تفصله عن النجم بتواجد المياه السائلة على سطحه، فإن كان قريباً جداً تتبخر المياه، وإن كان بعيداً جداً يتجمد العالم. كما على الكوكب أن يتمتع بسطح صلب بأغلبه، لا أن يكون كوكباً غازياً على غرار كوكب المشتري مثلاً. ويجب ألا يكون الكوكب الجديد أكبر بكثير أو أصغر بكثير من كوكب الأرض من حيث كتلته، وذلك كي لا تعيق جاذبيته الحياة عليه. وقد استمر البحث عن كواكب تراعي هذه الشروط طوال عقود من دون نجاح يذكر، لأن الوسيلة الوحيدة للتأكد من وجود كواكب في نظام نجمي هي قياس التذبذب الطفيف في حدة الضوء الذي يصدره نجم عند مرور كوكب أمامه. إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية أجريت دراسات على أنظمة القزم الأحمر النجمية، وأشارت إلى إمكانية وجود كواكب شبيهة بالأرض بنسبة تبلغ 40%. وأخيراً حقق خرق مذهل في ديسمبر من عام 2011 عبر مهمة كيبلر التي أطلقتها الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء ناسا. ويعتبر كيبلر 22 بي أول كوكب اكتشف يدور وسط المنطقة القابلة للسكن في محيط نجم مشابه لشمسنا، ويعادل قطره 2.4 مقدار قطر الأرض. لا يعرف العلماء إذا كان هذا الكوكب بأغلبه صخرياً أو غازياً أو سائلاً، إلا أن مجرد رصده يعد خطوة تقربنا من إيجاد كواكب شبيهة بالأرض. وهذا اكتشاف رائع يسطع في سماء نجوم العلوم.